بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ونهاردة ليلة 17 رمضان أو 17 رمضان، يعني بعض الدول 17 وبعض الدول ليلة 17، يعني غزوة بدر. يعني ما ينفعش نعدي الليلة دي إلا ما نرفع همم الناس كلها ونذكر بغزوة بدر ونذكر باليوم العظيم دون. تعالوا نتكلم عن غزوة بدر ونعيش مع غزوة بدر وننظر ليها بعين أساسية، اللي نطلع بيه يا أمة محمد النهاردة صلى الله عليه وسلم علشان تتكرر بدر في حياتنا. هل ممكن تتكرر بدر في حياتنا؟ طبعا ممكن، طبعا مش طبعا ممكن، طبعا أكيد. لكن تعالوا نتعلم من غزوة بدر إزاي حصلت بدر علشان ناخد العبرة، فنقول آه عرفنا الطريق اللي بيجيب بدر. الحقيقة غزوة بدر هي أول معركة في الإسلام، هي أول نصر في الإسلام، هي يعني سنة 2 هجرية كانت غزوة بدر يوم 17 رمضان سنة 2 هجرية. خلي بالكم هي كانت في نفس السنة اللي اتفرض فيها الصيام، يعني هو الصيام أول سنة يصوم المسلمين في حياتهم كان سنة 2 هجرية، وبعد ما صاموا 17 يوم طلع يجاهدوا. مش ملاحظين ان دي ملحوظة عجيبة شوية؟ ما احنا طول ما احنا ماشيين بقى هنطلع العبر والعبرات ونستفيد ايه نستفيد ايه؟ نستفيد حاجة أساسية جدا. ايه هي؟ ان هم لما صاموا 17 يوم جاء نصر بعديها، يبقى كانوا صايمين بجد قوي. فلو صمنا بجد قوي اكيد في نصر للامه. عشان كده انا من اول الشهر عمال اقول لكم يا جماعه الواحد مستبشر جدا ان في خير، لان الواحد حاسس ان الشباب بالذات والستات والناس الكبار صايمين بجد وعايزين يرضوا ربنا على قد ما يقدروا، زي ما كانت بدر في نفس سنه الصيام. ان شاء الله نشوف بدر كتيره في حياتنا ان شاء الله، وعندنا هذا الامل يملا قلوبنا. ولذلك يا جماعه غزوه بدر 17 رمضان 2 هجريه، هو مش ملاحظين ان كل الانتصارات الحاسمه في تاريخ الاسلام كانت في رمضان؟ بدر كانت في رمضان معركة حاسمة، فتح مكة كانت في رمضان، القادسية كانت عين جالوت كانت في رمضان، بداية حطين كانت في رمضان، الأندلس كانت في ايه ده؟ 10 رمضان كانت في رمضان. رمضان يا جماعة ليه؟ أصل الصيام بجد بيجهز الأمة، فتكون أمة غير عادية، فلا يمكن تنتصر عليها أمة تانية. عشان كده نفس سنة الصيام هي كانت نفس سنة بدر ديا. يا جماعة صوموا بجد عشان خاطر الأمة دي، عشان ربنا يعز الأمة دي. لو أنت هانت عليك نفسك، بالله عليك متهون عليك الأمة دي، فصوم بجد من أجل الأمة. أدي أول معنى بس من تاريخ الغزوة، شوفوا طلعنا بفايدة كبيرة قد إيه. تعالوا ندخل بعد كده في ملحوظة عجيبة قوي، هو ربنا سماها إيه؟ سماها يوم الفرقان. ليه فرقان؟ يا جماعة بدر دي عجيبة قوي، فرقان فرقت بين الحق والباطل، فرقت بين الكفر والإيمان، فرقت بين تاريخ كانت الأرض بيسودها الظلم والفساد والانحلال والضياع، لبداية تاريخ الأرض حيسودها العدل والإيمان والرحمة والخير. تخيلوا اليوم ده، يوم بدر لو ما كانش موجود تفضل الأرض سيبها الظلم والفساد والضياع والانحلال، فجاء هذا اليوم فاتنقلت البشرية لتاريخ جديد، لأن كل عز الإسلام ابتدى من اليوم ده، من بدر. النهاردة يا جماعة مش يوم في حياتنا عادي، احنا لازم النهاردة نبقى فرحانين قوي، ولازم النهارده نبقى مستبشرين قوي، ولازم النهارده نبقى يعني عايزين نرضي ربنا قوي وعايزين نعبد ربنا قوي. فجه اليوم دون عشان ينقل الامه نقله غير عاديه باليوم دون. تغيير تاريخ من تاريخ الاسلام فيه يعني مستضعف لتاريخ هيبدا عز الاسلام 1300 سنه من يوم بدر. شفتوا بدر بدر عاملة ازاي؟ والحقيقة يا جماعة غزوة بدر يعني ربنا حكى عنها بالكامل في امتى؟ في سورة الأنفال. يعني سورة الأنفال كلها هي أربع تربع سورة الأنفال، الأربع تربع بتتكلم عن غزوة بدر، ما بتتكلمش عن حاجة تانية. بس يا جماعة غزوة بدر فيها حاجة عظيمة جدا، وهو ده اللي هيدور عليه كلامنا النهاردة. أنا كل سنة بحكي عن غزوة بدر والأحداث هي هي، لكن الجديد أو الفرق اللي أنا عايز أرسخه النهاردة حاجة جديدة ما اتكلمناش عليها قبل كده أبدا. إيه هي؟ غزوة بدر ماشية بطريقة عجيبة قوي. المسلمين يعملوا خطة ويفكروا ويخططوا ويعملوا حاجة رجولة لنصرة الإسلام، تحصل معجزة من السماء، تحصل معجزة من السماء، يوم المسلمين يخططوا زيادتهم تحصل معجزة تانية. الأحداث ماشية كده. يعني إيه؟ يعني غزوة بدر وسورة الأنفال بيقولولنا إن نزول النصر على الأمة نحتاج قانونين يا جماعة، قانونين. لو القانونين دول موجودين لازم يحصل النصر. ايه القانونين دول؟ القانونين دول، القانون الاولاني ان النصر من عند الله، فالجأوا الى الله قوي قوي قوي، وده اللي احنا بنعمله في رمضان.
القانون الثاني لازم تخططوا وتفكروا وتديروا وتبقوا رجالة وتفكروا وتقعدوا تحطوا تكتيكات وازاي ندير هذا الدين ويطلع منكم مهندسين متميزين ومعماريين متميزين وناس بتصنع قنابل وناس بتصنع كذا. لازم تكونوا أمة متميزة. فقه التفوق لازم تتفوقوا. الصورة وغزوة بدر بيجمعوا الاثنين دول بشكل مذهل. يعني ايه بشكل مذهل؟ زي ما انا بقول لك كده، هتبص تلاقي المسلمين يعملوا يخططوا تخطيط يقوم ينزل نصر من السماء، يخططوا تخطيط ينزل طول المعركه كده. كل ما المسلمين ياخدوا خطوه ايجابيه فيها تخطيط وفيها تفكير وفيها وضع خطط وفيها رجوله ينزل نصر. نصر عجيب ما لهمش يد فيه، يخططوا ينزل نصر. الاحداث ماشيه كده، هتشوفوا دلوقتي. ده الاعجب من كده ان حتى سوره الانفال بتحكي نفس المعنى بالظبط. بس الغزوه ايه اللي حصل؟ غزوه بدر اللي حصل زي ما بقول لكم موقف تخطيط. احنا بنقول الكلام ده يا جماعه لامه فاكره انها هتنتصر بس بالدعاء، او فاكره انها هتنتصر بس بالاساليب الماديه وبالاداره الماديه. غزوه بدر بتقول لك خلي بالك قوانين النصر ماشيه بحاجتين، تخطيط واسباب ماديه، توفيق من الله تبارك وتعالى، وما النصر الا من عند الله واعدوا لهم ما استطعتم. خلي بالكم الايتين دول في سوره الانفال، وما النصر الا من عند الله واعدوا لهم ما استطعتم. كان غزوه بدر عايزه تقول للامه النهارده ايه؟ ايه اللي نستفيده ونقوله للامه النهارده بعد 1400 سنه؟ الناس بقوا منوعين يا جماعه. ناس بقت فاكره ان النصر مش هينزل غير بمعجزه من السماء وبدون عمل. فعماله تدعي وهو بيسقط في الكليه، وهو مش مهتم ان هو يطلع متميز في مهنته، وعمال يدعي ويبكي يا رب انصر المسلمين في فلسطين، يا رب انصرنا يا رب انصرنا. انت بتعمل ايه؟ انا بدعي ومنتظر المعجزه. ده النوع الاولاني. والنوع الثاني النوع اللي عمال يحسبها بالورقه والقلم والتخطيط والاساليب الماديه، ولازم تبقى قوتنا كده ولازم يبقى عندنا كده و طب يحسبها يلاقيها مش ماشيه، ويلاقي ان فرق القوه الماديه ضخم جدا، يقول يا جماعه ما فيش معجزات بتيجي من السماء، خلاص يبقى ما ينفعش. الاثنين غلط. سوره الانفال او غزوه بدر بتقول لك لازم تعمل الاثنين على بعض. ثق ان النصر بيد الله، فالجا الى الله، وخطط وخد الاسباب. لو عملت الاثنين هم دول شروط النصر، لازم ينزل النصر، وهو ده اللي بتحكيه غزوه بدر. ولذلك يا جماعه لما تفتح سوره الانفال هتلاقي حاجه عجيبه قوي، هي اربع ارباع. حاجه عجيبه. اول ربعين بيتكلموا عن ايه؟ ان النصر من عند الله وحده، مش هتلاقي اي اسباب ماديه. هو ربنا وبس. تقرا اول ما تتنقل على الربع الثالث والرابع تلاقي الصوره اتنقلت، بتقول لك ايه؟ بتقول لك حاجه ثانيه، لازم تخططوا على قد ما تقدروا. لما تقرا الربعين الاولانيين تظن ان انت مش محتاج تشتغل، ولما تقرا الربعين الثانيين تظن ان انت لازم تعتمد اعتماد اساسي على القوانين الماديه. الاثنين التوازن ده لازم تاخده الاثنين. ولذلك يا جماعه تقرا اول ربعين كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، ربنا اللي طلعك المعركه مش انتوا اللي خططتوا للمعركه. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. انت فاكر ان انتوا اللي موتوهم؟ ده ربنا هو اللي موتهم. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. يعني ونزول الملائكه. كل الربعين الاولانيين كان ربنا بيقول لنا اقروا سوره الانفال وتعلموا. اول ربعين الجاؤوا الى الله قوي، الجاؤوا الى الله. كل الايات عماله بتقولك ربنا اللي عمل، وربنا اللي اختار مكان المعركه، وربنا اللي نصركم، وربنا اللي موتهم، وربنا اللي نزل الملائكه، اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين. وفي الاخر يقول لهم ايه؟ طب طالما ربنا اللي بيعمل كده استستغيثون ربكم، استغيثوا بقى فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من لما استغثتم مدكم. خلصت اول ربعين، تبدا تتنقل على ثاني ربعين تحس ان انت بتقرا سوره ثانيه، بس هي نفس الصوره، كلام ثاني خالص. ايه هو؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. واهميه وحده الصف والف بين قلوبهم. طب ولو خايف حد يخونك؟ التفكير العقلي وان انت تحسب ازاي تتعامل مع الناس. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. كلام مادي، ازاي تتعاملوا مع ماديات الحياه؟ حتى موازين القوه. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابره يغلبوا 200. 50% لو واحد لاثنين تكسبوا. يعني طب ما الملائكه نزلت ليه بتكلمنا يا رب على موازين القوه؟ ما كفايه واحد قدام 1000. لا، في يعني اسباب ماديه يا مسلمين لازم تاخدوها، لازم تراعوها. ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ صورة خطيرة، صورة الأنفال.
بتعلمك يا مسلمين الموضوع مش هيجي بالدعاء بس ومش هيجي بالتخطيط بس، لازم تعملوا الاثنين يا شباب. لازم تنجحوا في كلياتكم، لازم تطلع متفوق، لازم تفكر ازاي تاخد بايد الناس. الموضوع مش موضوع عباده وصلاه وصوم بس ولا موضوع تخطيط بس. اظن المعنى واضح، هي دي سوره الانفال، هي دي غزوه بدر. ولذلك يا جماعه اجمل ما سمعته حول الآية اللي بتقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، كلام للشيخ محمد الغزالي الله يرحمه. كان يقول إيه؟ كان يقول لو علشان المسلمين ينتصروا لازم ياخدوا 100 سبب، يعني 100 خطة لازم ياخدوها، ان الشباب دول لازم يتعلموا ميكانيكا علشان يدوروا الدبابات دي، ولازم المسلمين الاعلام يرفع الروح المعنويه للمسلمين. يعني غزوه بدر فيها رفع الروح المعنويه من خلال الاعلام، يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. لو المسلمين لازم يرفعوا الروح المعنويه بالاعلام ولازم يعملوا كذا، لو في 100 سبب لازم يتحققوا عشان ينزل النصر، والمسلمين خدوا 99 وسابوا سبب واحد ما ينزلش النصر. كلام دقيق. طب لو خدوا يا رب بال100 سبب بس عدوهم عنده 1000 سبب اقوى منهم، يعني سقفهم اللي هو ال100 سبب دول خدوه بس عدوهم عنده 1000 حاجه، لازم ينتصروا لو لجأوا إلى الله. عشان كده الآية بتقول وأعدوا لهم ما استطعتم، إنما المهم ما استطعتم تعملوا في إيه؟ تجيبوه 100%، ما تسيبوا السبب. لو عملتوا 99 وسبتوا سبب يبقى لازم النجاح في الكلية، ويبقى لازم ست البيت تربي عيالها كذا، ويبقى لازم الكمبيوتر، ويبقى لازم الإنترنت، ويبقى لازم النجاح في الحياة، ويبقى لازم التفوق وهربي عيالي إزاي، ويبقى لازم الرياضة، ويبقى لازم الإعلام، ويبقى لازم رفع الأمل في الأمة. عملتوا 100؟ عملتوا 100. طب وهم أقوى مننا مليون مرة، لازم هتنتصروا باللجوء إلى الله. وأعدوا لهم ما استطعتم، عملتوا استطاعتكم تنتصروا. يا دي بدر، خلاص هي دي غزوة بدر وهي دي العبرة. وابتدينا بالعبرة قبل ما نحكي لكم الغزوة. طب تيجوا نحكي لكم الغزوة بقى بعد ما قلنا العبرة الأساسية. هو النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا أن قريش طلع بعير ليها، قافلة كبيرة 1000 بعير، فيها الألف بعير دول فيهم إيه؟ فيها أموال المسلمين. تعرفين المسلمين وهم طالعين من مكة كان طالعين بفلوسهم، فقريش رفضت أن المسلمين ياخدوا فلوسهم، فالمسلمين بقوا طالعين يعني فقراء، فخدوا فلوسهم وبيوتهم وقاموا عاملين إيه؟ مقسمينها بينهم مال حرام وفلوس المسلمين، وخدوها طالعين بيها قافلة يجيبوا بيها بقى يربحوا بيها. فإحنا نقول بقى خلاص بقى الله يسامحهم، لا هناخد حقنا وحق ما ضيعوش. وربنا بيعلمني كده، والمسلم مش عبيط ولا يضحك عليه، المسلم صاحي ومصحصح ما يضيعش حقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه هذه قريش بها عير. طب عرف منين النبي؟ اصل في مخابرات نبويه تملى الجزيره العربيه، عارفه الاخبار. يبقى في تخطيط اهو. تعالوا نبدا بقى، شفتوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي؟ مش مسلم قاعد في المسجد طول النهار وراجل طيب فين الاعداء دول؟ يلا يا جدع تطلع حارب يا جدع، خش يا جدع موت يا جدع، مفيش كده يا جماعه. ما كانوش الصحابه كده، اوعوا تفتكروا الصحابه دول ناس قاعدين، دي ناس بتشتغل. واحد زي سيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وفلوس رايحه وناس بتخطط وناس بتزرع وناس بتمدن بلدها وناس بتقوم بلدها وناس واخد صحصحه لحقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم القافله معديه، انا طالع، اللي عايز يطلع معايا الادراك للقافله يطلع، انا بخيركم، لان دي مش معركه، انما احنا طالعين عشان ايه؟ عشان القافله، عشان نرجع حقنا اللي اتاخد مننا. فيطلع 313 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم فرسين بس، فرس بتاع سيدنا الزبير بن العوام وفرس بتاع المقداد بن عمرو. شوفوا يعني عندهم كم سنه دول اللي طالعين بفرسين؟ واحد 23 سنه وواحد 24 سنه، هم دول اللي معاهم الفرسين. وبقيه الجيش طالع ازاي؟ ما بين مدينه وما بين بدر 150 كيلو. فما بين المدينه لبدر ال 150 كيلو دول صحراء، وصحراء جبال وتلال، فهيروحوا ازاي؟ هيروحوا معاهمش غير 70 بعير لا يصلحوا للقتال، ولكن ال 70 بعير دول للنقل. فال 70 بعير وهم 313، يبقى كل ثلاثه بيبدلوا على بعير، يبقى كل واحد بيمشي كام وبيركب قد ايه؟ كل واحد بيمشي كام؟ بيمشي 50. غلط، دي حساب يعني، ده موضوع تاني نبقى بعد الحلقه نشوفه. كل واحد بيمشي 100 يا جماعه، لانه بيركب تلت المسافه واثنين يعني فاهمين، فكل واحد بيركب التلت بس، فبيركب 50 وبيمشي 100 كيلو. طب النبي هيعمل ايه؟ النبي بيبدل مع اثنين، مع علي بن ابي طالب ومرثد بن ابي المرثد. النبي كم سنه في غزوه بدر؟ 55 سنه. ياه، هو النبي اول مره يحارب 55 سنه؟ يا شباب ما تستعجلوش، العزة والنصر قادم إن شاء الله، بس بشكل صحيح وبطريقة صحيحة. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم 55 سنة ومعاه علي بن أبي طالب
ومعاه مرثد ابن ابي المرثد. علي كام؟ 22 سنه. ومرثد كام؟ 21 سنه. طالعين هم الثلاثه بيبدلوا على بعير. طب يبقى النبي هيمشي قد ايه؟ 100 كيلو. يا نهار ابيض، 100 كيلو دي مسافه رهيبه. فيبدا سيدنا علي ومرثد يتفقوا، احنا نمشي والنبي صلى الله عليه وسلم يركب. فيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له: يا رسول الله، قد اخترنا ان نؤثرك. خلي بالكوا يا جماعه، مش بيأثروا في حته ساندوتش، ده بيأثروا في 150 كيلو. يعني هم هيمشوا 150 كيلو مقابل ان النبي يركب، يعني حاجه غير عاديه، انت تركب ونحن نمشي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، وقال لهم النبي: لا والله، ما انتما باقدر على المشي مني، وما انا باغنى عن الثواب منكما. انا ضيع الثواب واركب وانتوا تمشوا؟ لا 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 لا، انا عايز انت يا رسول الله حريص على الثواب. سامعين يا جماعه، ده في ناس جت على 17 رمضان وزهقت، كفايه كده ما انا عبدته كتير. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على الثواب لهذه الدرجه. وانظر لقوة النبي وعزم النبي وروح النبي. أنا ما أنتما بأقدر على المشي مني، أنا أقدر أمشي. وفي شباب مش قادرين يمشوا يروحوا يصلوا الفجر في الجامعة، ويتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرك الصحابة 313 كيلو. يا شفتوا، أخذ بأسباب، مش كده؟ خلي بالكم، أنا لسه فاكر المعنى الأولاني، أخذ بأسباب ونصرة من الله. خذوا بالأسباب، طب بص، النصرة من الله هيحصل إيه؟ هتحصل رؤية في مكة. إيه اللي هيحصل؟ شوفوا يا جماعة، اعرفوا كده، تنصروا ربنا لازم ينصرنا، ان تنصروا الله ينصركم. مش هم اتحركوا 313 ووقفوا وقفه للاسلام؟ خلي بالكوا الاحداث كلها هتفضل ماشيه كده. عملوا كده، بص ربنا هيعمل ايه. في واحده اسمها السيده عتيكه بنت عبد المطلب، تبقى مين السيده عتيكه؟ عمه النبي، عايشه في مكه، ما قدرتش تهاجر من مكه للمدينه. شافت رؤيه ايه؟ ان في واحد داخل مكه عمال يقول، ينادي: يا آل غدر، يا آل غدر، يعني يا غدره، يا اهل مكه يا غدرة، يا آل غدر، مصارعكم في 3 أيام، هتموتوا بعد 3 أيام. وينتقل من جبل إلى جبل، هي الرؤية كده: يا آل غدر، مصارعكم في 3 أيام. فالسيدة عتيكة صحيت، إيه ده؟ معناها إن النبي هينتصر عليهم. النبي ده عمها، تبقى هي عمته. فحكت للعباس عم النبي، العباس كان لسه كافر بس بيحب النبي زي أبو طالب كده، وقاعد في مكة. فقالت له: يا عباس، أنا شفت كذا كذا كذا. فقال: إياك أن تخبري أحد فيشمتوا بنا، معناها أنهم هيتقتلوا، ما تقوليش لحد. وأن طلع هو قابل الوليد بن عتبة، فقال له: أأكتمك خبرا؟ فقال: نعم. فقال له: أنا عتيكة شافت كذا كذا كذا، بس اوعى تقول لحد. أن طلع الوليد قابل واحد صاحبه، قال له: أأكتمك خبرا؟ أنت عارف السر بينتشر إزاي، بس اوعى تقول. بيقول لك: فلم تمضي ساعات وعلمت مكة كلها بالخبر. فالعباس بيطوف بالكعبة، فأبو جهل قاعد عند الكعبة، فقال: يا عباس، متى ظهرت فيكم النبية الجديدة؟ ما انتوا كل يوم بيطلع فيكم نبي. فقال: وما ذاك؟ قال: رؤيا عاتكة. فقال: وما رؤيا؟ عباس مش يصدق ده يعني. فقال: والله يا عباس، كنتم تقولون أنه ظهر منا نبي رجل، والآن تقولون ظهر منا نبي. إن لم يظهر لهذه الرؤيا دليل في 3 أيام، لنكتبن كتابا ونعلقه على باب الكعبة أن بني عبد المطلب أكذب العرب. هيسيب ربنا يحصل هذا الكلام؟ أتري الرؤية دي هتعمل إيه؟ لما هيطلعوا المعركة هيفتكروا الرؤية، فالرؤية دي هي اللي هتهبط الروح المعنوية. رؤيا عاتكة، رؤيا عاتكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، إن تنصروا الله ينصركم. رؤية، رؤية هتهز الجيش كله، رؤية هتوقع الروح المعنوية الجيش بالكامل. يا جماعة، ثقوا في الله، وما النصر إلا من عند الله. بس اعملوا حاجة الأول لدينكوا، انصروا دينكوا وشوفوا ربنا هيعمل معاكوا إيه. نكمل الأحداث وهنفضل ماشيين بنفس الطريقة دي. هتبصوا كل شوية تلاقي تدخل السماء، نصرة من الله تبارك وتعالى للرجالة، للناس اللي بتخطط، للناس اللي مهتمة بدينها، مش لأي حد. ما احنا بندعي بقالنا 20 سنة ما فيش حاجة بتحصل، لكن هل عملنا حاجة؟ والله غالب على أمره. وتمر الأحداث، يوصل الخبر لأبو سفيان اللي هو قائد القافلة اللي طالعة، ان النبي واخد الجيش وطالع، فيخاف على القافله، فيغير اتجاه القافله عشان يروح مكه من طريق اخر، ويبعت واحد من عنده اسمه ضمضم يقول له: روح قول له قريش تستعد بجيش عشان نواجه الكلام ده. فضمضم ده بقى يعمل حرب اعلاميه زي اللي بتتعمل في المسلمين دلوقتي، اظهار الحقائق زي في فلسطين كده بالمقلوب. فيدخل مكه راكب على الناقه بتاعته بالمقلوب، ويجرح الناقه بتاعته، يخليها تشر دم. بص الاعلام، يخليها تشر دم ويشق توبه ويلبسه بالمقلوب
ويدخل مكة يقول إيه؟ اللطيمة اللطيمة، الغوث الغوث، فالناس تتجمع عليه، مالك؟ ما يردش عليهم، اللطيمة اللطيمة، الغوث الغوث، عايز يروح عند الكعبة عشان الناس كلها تتلم على المنظر الإعلامي الرهيب دون المخيف دون، تتجمع كل قريش، محمد خد فلوسكم وخد القافلة، الحقوا اطلعوا بجيش. فيبدأ أبو جهل ينادي في الناس، حنتجهز بكل ما نملك، فيطلع 950 واحد من صناديد وأسياد قريش، معهم 200 فرس وكام، والباقي كله راكب على الإبل، مفيش ولا واحد ماشي، ويتحرك الجيش على بدر. يا نهار أبيض، حاول تتخيل كده، 313 على رجليهم، معهم فرسين، قدام 950 معهم 200 فرس، لو لفوا حوالين المسلمين يخلصوا عليهم، 950 معهم 200 فرس، والباقي كلهم راكبين مدججين بالسلاح طالعين عشان يقضوا على المسلمين، والمسلمين ما كانوش طالعين ان هم طالعين معركه. ايه ده؟ طب هيحصل ايه؟ يقوم ينزل سيدنا جبريل من السماء، تدخل الله، لازم ان تنصر الله ينصركم، ينزل سيدنا جبريل من السماء، يا رسول الله قريش تستعد لكذا وقد تحركوا من كذا وكذا، فاستعدوا ولا تعودوا الى المدينه، ما ينفعش ترجعوا المدينه، لازم تواجهوهم هنا. فالمسلمين قالوا لا، ده احنا طالعين علشان العير. تقوم تنزل الايات، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، تحديد ميعاد المعركه ربنا هو اللي محدده، النصر جاي جاي، انتوا يا مسلمين شايفين ان مش ده وقته، لكن ربنا هو اللي بيختار وقت المعركه، ساعه الصفر ربنا هو اللي بيختارها. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق، لا مش عايزين، بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون، خايفين، مش مصدقين ان ده الوقت المناسب، لكن ربنا هو اللي بيدبر، وربنا هو اللي بيختار. مش انتوا عملتوا اللي عليكم؟ انا هنزل النصر في الوقت اللي انتوا مش متخيلين ان النصر ينزل فيه. الصحابه بيقولوا ما ينفعش، احنا مش مستعدين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، النصر أو القافلة أو الغنائم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لا عايزين العير، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق، شوف كلمة الحق جت كم مرة، هو اللي بيصنع، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. شفتوا ترتيب السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجيله هذا الأمر، يقوم يجمع الصحابة، هنرجع تاني للتخطيط، يلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم ويقول لهم أشيروا علي أيها الناس، أنتوا إيه رأيكم نعمل إيه؟ النبي إيه يا رسول الله؟ ما تقول يلا هنحارب، إيه ده أنت معقولة بتستشير الناس، بتستشير الجنود حتى قد كده الشورى مهمة يا رسول الله؟ أشيروا علي أيها الناس، إيه رأيكم؟ فيطلع له سيدنا أبو بكر الصديق ويقول له امضي يا رسول الله فنحن معك. أول واحد قام هو سيدنا أبو بكر، الناس كلها، النبي كان الصحابة متعودين لو واحد قام قال كلام ومحدش يعترض عليه يبقى دي معناها إيه؟ موافقة. فمحدش اعترض، فخلاص المفروض خلاص أبو بكر قال، فإذا بالنبي يعيد الكلمة أشيروا علي أيها الناس إيه رأيكم؟ فيقوم سيدنا عمر بن الخطاب امضي يا رسول الله فنحن معك، ويقعد، فيقوم النبي يعيد نفس الكلمة أشيروا علي أيها الناس إيه رأيكم؟ فيقوم قايم المقداد بن عمرو ويقوم قايل له يا رسول الله، المقداد بن عمرو ده يا جماعة 23 سنة، يا شباب اسمعوا رجولة، يا شباب يا اللي بعدتوا عن طريق ربنا، يا شباب يعني انظروا لرجولة هذا الشاب رضي الله عنه وأرضاه، يا رسول الله امضي، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد يا رسول الله، والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم شكر له، الصحابة بيقولوا تمنينا أن نكون نحن الذين قلنا هذه الكلمات. ثم قال النبي أشيروا علي أيها الناس، الموضوع يا جماعة من الموضوع؟ أصل الثلاثة اللي قاموا دول من المهاجرين، والنبي عايز يسمع رأي الأنصار ليه؟ أصل الاتفاقية اللي بين النبي والأنصار إن هم يحموا جوه المدينة، وبدر بره المدينة، فلازم ياخد رأيهم قبل ما يطلعوا، عشان حرية رأيهم لازم تحترم، عشان هم يختاروا أو لأ، هو النبي عنده عهوده. إيه ده؟ قد كده احترام الإنسان؟ قد كده احترام البني آدم؟ معقولة يا رسول الله للدرجة دي؟ قد كده الإنسان مقدر عندك يا رسول الله؟ أشيروا علي أيها الناس
يقوم طالع سعد بن معاذ سيد الأنصار. وتعلموا يا جماعة، عندك كم سنة يا سيدنا سعد؟ عنده 33 سنة. يا رسول الله امضي، لكأنك تريدنا يا رسول الله، انت عايز تسمع رأينا. فقال النبي نعم يا سعد. فقال يا رسول الله امضي، فوالله لو خط بنا برك الغماد، ده مكان بينه وبين المدينة في 14 قبيلة عايزة تحارب المسلمين، لو خط بنا برك الغماد لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وخذ من أموالنا ما شئت واترك لنا ما شئت، ويكون الذي أخذته من أموالنا أحب إلينا مما تركت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، والله لتجدننا يا رسول الله صبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. يمكن ربنا يوريك حاجة تفرحك بينا. حد بيفكر كده مع النبي؟ يمكن النبي يشوف مننا اللي يفرح بينا. فلما النبي سمع كده قال أبشروا، شوف رفع الروح المعنوية، كل ده تخطيط، كل ده يعني حاجة غير عادية. أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين إما النصر أو العير. ويبدأ النبي ينشر المخابرات الإسلامية في مكان المعركة علشان يشوفوا الأخبار إيه. يا جماعة اوعوا تفتكروا الموضوع عبادة وبس. يا شباب يا اللي تدينت، فين طاقتك؟ فين خدمتك لبلدك؟ فين نجاحك في مجتمعك؟ فين هدايتك لاصحابك؟ اوعى تفتكر التدين عباره عن صلاه وصوم وانتهى الامر على كده. صح الناس من حواليك، اتعلم، افهم ان الموضوع محتاج تخطيط. بدر ما اوعى تفتكر ان بدر حصلت فقط ان الملائكه نزلت وانتصر المسلمين، كان في تخطيط. تبدا المخابرات الاسلاميه تنتشر هنا وهنا في ارجاء المكان، يقوم سيدنا علي بن ابي طالب والزبير بن العوام يقبضوا على شاب صغير كده ويجيبوه ويقعدوا. النبي كان واقف بيصلي فبيستجوبوه بقى. فسيدنا علي والزبير بيقولوا له ايه؟ من انت؟ فقال انا اسقي جيش قريش. قالوا كذبت، بل انت تسقي عير ابو سفيان. ما هم خايفين، مش عايزين المعركه، فنفسهم ان يبقى ايه؟ ان هو يبقى ساقي القافله مش ساقي الجيش. قالوا كذبت. فقال ابدا. قالوا كذبت. فقال نعم، انا ساقي عير ابو سفيان. فانتهى النبي من الصلاه وقام قايل لهم ان صدقكم كذبتموه، وان كذبكم صدقتموه، لا والله هو لجيش جيش قريش. ثم ناداه النبي وقال تعالى، بص التخطيط وبص المسلم. الناس اللي فاكره، الشباب اللي فاكر ان الاسلام راجل كده غلبان وراجل طيب ويضحك عليه، بص النبي صلى الله عليه وسلم وبص الصحابه. فقال النبي للرجل، اخبرني كم عدد قريش؟ قال كثير. قال كم هم؟ قال لا ادري. قال كم يذبحون كل يوم؟ بينحروا كم ابل كل يوم؟ قال 9 أو 10. فقال النبي، القوم بين 950 و1000، لان كل 10 يقدروا ياكلوا ناقه. القوم بين 900 بالضبط عدد قريش. ثم قال له النبي، اخبرني من اسياد قريش معهم؟ قال كلهم ابو الحكم اللي هو ابو جهل، وابو البختري بن هشام، واميه بن خلف، وعبده بن ربيعه، وشيبه بن ربيعه، والوليد بن عبده. فالصحابه لما سمعوا الحاجات دي حاجه ايه؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أيل إيه؟ الله أكبر، هذه قريش قد رمت فلذات أكبادها إليكم. شوفوا سلاح الإعلام ورفع الروح المعنوية. فكبر الصحابة، الله أكبر الله أكبر. شفتوا التخطيط؟ شفتوا المخابرات الإسلامية؟ شفتوا الشورى؟ شفتوا احترام البني آدم؟ طب شوف بقى ربنا هيعمل إيه لما عملوا كل الكلام ده. لازم وقف الجيشين قدام بعض، انظر ربنا هينصر إزاي. يقول الله تبارك وتعالى، إذ يريكهم الله في منامك قليلا. شافهم قليلين، 950 طلع قليلين، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. والآية اللي بعديها لما وقفوا قدام بعض، إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أنتوا تشوفوهم قليلين ويقللكم في أعينهم. حد فهم؟ المسلمين يبصوا على الكفار يقولوا ايه ده؟ دول مش 950، دول يطلعوا لهم 200 ولا حاجه. والكفار يبصوا على المسلمين يقولوا ايه ده؟ دول قليلين قوي، فيتهاونوا زياده. فالمسلمين تترفع روحهم المعنويه، والكفار يتهاونوا فيحاربوا بغير حماسه. ايه ده؟ مين اللي عمل دي؟ لما كانوا رجاله نزل النصر من السماء. لا لسه نكمل. وقف الجيشين، النبي صلى الله عليه وسلم وقف الجيش بتاعه وقام حاطط الابار بتاعه بدر قدامه ووقف ورا الابار. هي مجموعه ابار كتيره كده.
فقام جاي له سيدنا الحباب بن المنذر، عسكري عسكري في الجيش صغير يعني، قام جاي له سيدنا الحباب بن المنذر قال يا رسول الله، بصوا الادب والحكمه والتخطيط والناس اللي مفتحه والمسلمين اللي بيفهموا، قال يا رسول الله اهذا منزل انزلكه الله عشان اسكت وما افتحش بقي، ام هي الحرب والراي والمكيده؟ فقال النبي بل هي الحرب والراي والمكيده. فقال يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل، يبقى الحته دي مش صح. قال فما ترى انت يا حباب، طب انت رايك ايه يا حباب، رايك ايه؟ قال يا رسول الله ارى، عايز يغير استراتيجيه جغرافيه المعركه، ارى يا رسول الله ان نجعل الابار خلفنا ونغور الابار، نردم الابار الا بئرا واحد فنشرب ولا يشربون فنكون اكثر قدره في المعركه. قال اشرت بالراي يا حباب، غيروا مكان الجيش. ايه ده؟ ايه الراجل دون وايه التخطيط دون وايه الرؤيه دي؟ ها واقفين قدام بعض وتغير مكان المسلمين، بيخططوا مش كده؟ بيفكروا كويس؟ بص هيحصل ايه؟ لازم ينزل نصر تاني من السماء، لازم، ربنا معاكم، ربنا مش هيسيبكم، النصر من عند الله بس انتوا تبقوا تستحقوا هذا النصر. يحصل ايه؟ الايه تقول اذ يغشيكم النعاس امانه منه، كل الجيش نام. حد ينام في وقت زي ده عشان الاعصاب ترتاح؟ يعني يا جماعه الروح المعنويه تستعد ومكان المعركه كل، بس يبقوا رجاله رجاله وتلاقوا ربنا عمل لكم اللي انتوا عايزينه. كل الجيش نام اذ يغشيكم النعاس امانه منه عشان تامنوا كده. احد الصحابه بيقول انا كنت في الحراسه في ايدي سيف، النبي موقفني احرس المسلمين في ايدي سيف، سبع مرات دماغي تقع ويسقط السيف من يدي، بيناموا استيقظ اجد لاصحاب النبي غطيط كله هو دهته، التانيين واقفين عاملين كده والمسلمين نايمين ازاي؟ استريحوا. اول ما صحيوا من النوم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، اللي عايز يتوضا واللي عايز يستحمى واللي عايز كده يصحصح ايه ده؟ مين اللي بيعمل كده؟ النصر يا جماعه، يا جماعه ادوات النصر عند ربنا كانت مره رؤيه وكانت مره ناس تشوف الناس بعكس عددها وكانت مره ميه تنزل من السماء ومره يناموا. من صانع النصر؟ فين ثقتنا يا مسلمين في ربنا؟ ربنا يصنع لنا ما نشاء ويصنع باعدائنا ما يشاء، لكن احنا نبقى مسلمين كويسين؟ الموضوع كله واقف علينا. ولذلك يا جماعه فاكرين برنامجنا حتى يغيروا ما بانفسهم؟ الايه بتاعت حتى يغيروا ما بانفسهم موجوده في سوره الانفال، موجوده فين؟ بين الربعين، بين التوكل على الله ان الله صانع النصر وبين ان انت تاخد بالاسباب، ومن غير الاثنين مفيش فايده في الامه، مفيش امل. وتبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحصل الحاجتين دول ويصحوا ويغتسلوا حاجه تمام كده، ويبدا النبي يحط خطه المعركه، تخطيط تاني، تخطيط تاني. ايه خطه المعركه يا جماعه؟ العرب كانت كل معاركهم ازاي؟ كر وفر. يعني ايه كر وفر؟ يدخل ال 313 قدام ال 1000 يقعدوا يخبطوا في بعضهم واللي يكسب بقى الاكثر قوه. بس احنا عددنا قليل، عايزين نحط خطه جديده العرب ما تعرفهاش. هتعمل ايه يا رسول الله؟ كر وفر يعني ايه؟ يدخلوا يهاجموا وبعدين يرجعوا عشان يحافظوا على عددهم، يقوموا التانيين يدخلوا يهاجموا وبعدين يرجعوا، تفضل المعركه ماشيه كده بالمبارزه. فالنبي هيغير الكلام ده خالص، حاجه جديده. ايه هو؟ هنقف كلنا صف، بس احنا قليلين، كلنا صف واحد، ومش هنبدا نهاجمهم ابدا. يدخلوا علينا هنركز على الضرب بالنبال، فنكسرهم في الصدمه الاولى، هيرجعوا يهاجموا تاني نرشقهم بالنبال، هيرجعوا اول ما روحهم المعنويه تنزل هنهجم هجمه راجل واحد. وبدا النبي يقول كونوا صفا ولا تسلوا السيوف ولا تهاجموهم حتى امركم بذلك. شايفين التخطيط؟ وانضحوهم بالنبل اذا اقتربوا، اول ما يقربوا اقعد اشتغل بالنبل. وبعدين النبي اما عد المكان الجيش شويه بحيث ان قريش وهي داخله تبقى الشمس في عينهم علشان يضرب بالنبل والتاني مش عارف ايه ده. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ادي العباده وادي التخطيط وادي وجه الشمس. يبقى لازم هيحصل ايه؟ طالما قلنا كده لازم هيحصل تدخل السماء. ايه تدخل السماء اللي هيحصل؟ ارض المعركه اللي النبي اختارها بعد كل الكلام ده تنزل المطر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، مكانين. ينزل المطر نفس كمية المطر نازلة. تنزل على عدوة الدنيا الأرض تبقى صلبة، فالمسلمين يتحركوا عليها وهم بخفة ومرونة. نفس كمية المطر تنزل على العدوة القصوى عند الكفار الأرض الطين، تبقى الحركة تقيلة مش قادرين يتحركوا. يا جماعة ربنا الله بدري بقيادة السماء.
اللي قد يدرع الله تبارك وتعالى، بس لما كانوا يستحقوا. احنا ما بنعملش، احنا لازم نشتغل، لازم نتحرك، لازم ننجح، وحنشوف ربنا هيعمل معانا ايه. وتبدا ايه ده، كل ما يعملوا حاجه كويسه فيها تخطيط ينزل نصر من ربنا. هتبتدي المعركه. بدا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى بيصف الجيش كويس قوي. ام في واحد في الصحابه اسمه سواد، سيدنا سواد سمين شويه، فكل ما النبي يقول استووا سيدنا سواد يقوم طالع بره الصف. فاحنا عايزين صف واحد بقى، احنا في معركه. فقال النبي استوي يا سواد. فقال نعم يا رسول الله. النبي يروح يعدل بقيه الصفوف، يرجع يلاقي سواد طالع بره، فقال استوي يا سواد. حاضر يا رسول الله. ما فيش فايده. ام النبي ما احنا ما بنهزرش. فالنبي معاه السواد بتاعه كده، فقام ناغ السواد في بطنه وقال استوي يا سواد. فقال اوجعتني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وسط المعركه قام شدد هدومه وقال اقتص يا سواد. فانكب سواد على بطن النبي يقبلها، يقول هذا ما أردت، هذا ما أردت، أنا عملت كده عشان كده. فقال له النبي ولما يا سواد؟ قال يا رسول الله أظن أن اليوم يوم شهادة، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا ملاصقة جسدي لجسدك يا رسول الله. عشان كده كان لازم ينتصروا. والنبي يقوم تاني الإعلام، يقوم نبي رافع الروح المعنوية ويقوم قايل للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يلا على الجنة اللي عايز يروح. فيقوم طلع له سيدنا عمير بن الحمام ويقول له بخن بخن يا رسول الله، الله الله. فقال لما تقول بخن بخن؟ قال يا رسول الله أرجو أن أكون من أهلها. فقال له النبي أنت من أهلها. فكان في إيده كده 7 تمرات، أم رميهم وواقف في الصف وأم قايل أما بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. وأم داخل واقف في الصف مستعد بالنبل، وهم واقفين يجي سهم غابر محدش عارف جاي منين قبل ما المعركة تبتدي، يقوم واقع في رقبة سيدنا حارثة فيقوم ساقط وهو عنده 18 سنة أصغر واحد في المعركة. فتيجي أمه تبكي يا رسول الله حارثة مات قبل المعركة، بقى شهيد ولا مش شهيد؟ ده لسه المعركة ما ابتدتش. أحارثة في الجنة فأفرح أم هو في غير ذلك فأجتهد عليه في البكاء؟ فقال النبي يا أم حارثة إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. وتقف المعركة ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما المعركة تبتدي يبدأ يدعي ويدعي ويدعي. مش خدنا بكل التخطيط؟ يلا نلجأ إلى الله. هو ده الإسلام يا جماعة، دي قوانين النصر، بدر بترسم لنا طريق النصر. يدعي ويدعي ويدعي ويجتهد ويبكي لدرجة أن الرداء وقع من على كتفه، ولدرجة أن سيدنا أبو بكر يقول له هون عليك يا رسول الله، والنبي عمال بيدعي اللهم أنجزني وعدك، اللهم انتهلك هذه العصابة، يعني المجموعة اللي معايا دي، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، يا رب نصرك، يا رب نصرك. حتى ظهر بياض إبطيه. لازم يحصل تدخل، لازم ربنا ينزل نصر دلوقتي. خلاص عرفنا القاعدة، يغفو النبي غفوة ثم يستيقظ ويقول الله أكبر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقود 1000 من الملائكة نزلوا من السماء كي يكونوا معكم في بدر. بدر بقيادة السماء، وتبدأ المعركة وتبدأ المبارزة، ويطلع 3 عتبة للمبارزة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يطلع لهم يقول أي 3 يطلعوا، فيطلع 3 من الأنصار. فالكفار يشوفوهم يقول لهم لا احنا مش عايزين نبارزكوا، احنا عايزين ناس من قومنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قم يا حمزة، قم يا علي بن أبي طالب، قم يا أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. اشمعنى 3 دول؟ أول ما ضحى ضحى بقرايبه، أول ما ضحى ضحى بعمه وابن عمه وابن عمه. يا سلام، درس الكل اللي قاعدين من 313. وابتدت المبارزة، سيدنا حمزة خلص على شيبة في ثواني، سيدنا علي بن طالب خلص على الوليد بن عتبة في ثواني، أبو عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة فضلوا يتبادلوا السهام، الاثنين عوروا بعض وقتلوا بعض، اتقطعت رجل سيدنا أبو عبيدة بن الحارث فحمل وهو يمتزق بالدماء إلى النبي، فقال النبي ضعوه على فخذي، وينزل النبي يطبطب عليه، فيبصوا لأبو عبيدة وهو في الرقمق الأخير، بصوا رجولة، بصوا حب الإسلام، فيبص للنبي يقول له أراض عني يا رسول الله؟ معقولة كل ده ولسه بتسأل السؤال ده؟ فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أشهدك أني راض عن أبو عبيدة بن الحارث، اللهم إني أشهدك أني راض عن أبو عبيدة بن الحارث. ويبدأ التحام الجيشين. خلي بالكم يا جماعة، الملائكة ما بدأتش تتدخل إلا لما التحم الجيشين. كأن المعنى إيه؟ لما نصروا ربنا
وبدأوا يتحركوا. هنا بس دخلت الملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وبدأت المعركة تشتد لغاية ما يقتل سيد قريش. يقتل مين؟ يقتل أبو جهل. مين اللي قتله؟ اللي قتله ولدين صغيرين عندهم 14 و15 سنة. يا معقولة؟ اثنين، معاذ ومعوذ ابني عمرو بن الجموح، بيروي قصة قتل سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بيقول: بينما أنا أقف في المعركة وجدت عن يميني شاب. يعني أنا بقى النبي حطني قال لي أنت مسؤول الميمنة، فقلت الميمنة بقى يبقى يعني الميمنة بقى، بس احنا كلنا 313 فالميمنة هتطلع كام؟ 50 60. قلت يا رب يبقى معايا رجالة جامدين. فببص على يميني لقيت شاب صغير عيل، فقلت يا نهار أبيض هم دول اللي هقاتل بيهم؟ فاغتمت نفسي. فقلت أنظر عن شمالي فوجدت أخوه أصغر منه، فأصابني الهم الشديد فوجدت الذي عن يميني يشد ثيابي. 15 سنة يا شباب يا صغير. يقول لي: يا عم أين أبو جهل؟ فقلت له: وما تريد أنت من أبو جهل؟ فقال: بلغني أنه سب رسول الله، ولا تطيق نفسي أن أترك من سب رسول الله أبدا. يقول: فعجبت له، فوجدت الآخر يشدني من ثيابي: يا عم أين أبو جهل؟ فقلت: وما تريد أنت أيضا من أبو جهل؟ قال: قالت لي أمي إن لم تقتل أبو جهل فلا تعد. يقول: فأشرت لهما وفرحت بهما، فانطلقا كالسهمين يتسابقان، وربطوا السيوف على أيديهم من كتر ما هم لسه صغيرين مش قادرين يشوفوا يشيلوا السيوف. فالأولين اتفقوا على خطة: الصغير أنت تضرب قوائم الفرس، يقع أبو جهل أنا انزل أضربه. الحرس اللي حوالين أبو جهل ما صدقوش إن الأطفال دول ممكن يعملوا كده، فسابوهم يعدوا. دخل معوذ ضرب قوائم الفرس، وقع أبو جهل. دخل معاذ يقول: فخشيت إن ضربته في بطنه ألا أقتله، فضربته في رقبته حتى تيقنت أني قتلته، وعدت أجري لأبشر النبي، فلحقني عكرمة بن أبي جهل فضربني بالسيف على كتفي فقطع كتفي إلا من موضع جلدة، فوجدت أن أخي سيسبقني يبشر النبي، فأردت أن ألحق به وذراعي تعوقني، فوضعت ذراعي تحت قدمي وتمطأت فخلعتها وسرعت إلى النبي أقول له: قتلته يا رسول الله، قتلت من سبك يا رسول الله صلى الله على محمد. شايفين الرجولة؟ كان لازم تتدخل السماء وينزل النصر ويموت 70 من كفار قريش. فضلوا يا جماعة النبي، قريش تخبط الصف تلاقي ان المسلمين واقفين صف، تقوم قريش رجعة، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: خليكم مكانكم. قريش تقرب، يقوم المسلمين ضربينهم بالسهام لغاية ما بدأت القوة تنهار. فهم المسلمين ضربة رجل واحد بعد ما وقعت همامهم، والملائكة دلوقتي بقت معاهم، وانتصر المسلمين وقتل 70 من الكفار وأسر 70 من الكفار. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بقيت كلمة يقول الله تبارك وتعالى، يعني كنتم، يعني يصف الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا جماعة احنا هنشهد على الناس، هنشهد على الناس يوم القيامة. تخيلوا شرف الأمة دي، هتقف الأمم كلها وإحنا نشهد على الأمم، نقول دول حق ودول باطل، دول صح ودول غلط. أقول لكم حاجة عجيبة قوي، عشان تشهد في محكمة قدام القاضي محتاج لك 3 حاجات: تبقى فاهم صح، تبقى فاهم القضية، ويبقى عندك علم بالقضية، وتبقى حاضر الموضوع. إحنا مسلمين دلوقتي لا بقينا فاهمين ديننا، ولا بقى عندنا علم، ولا بقينا حاضرين في المجتمع الدولي، ما بقيناش، الدنيا بقت ماشيه من غيرنا. مفيش نصر يا جماعه الا لما نكون قادرين ان احنا نشهد على الناس. انا خايف ان الامه دي ما تصلحش للشهاده، الجيل بتاعنا دول ما يصلحش للشهاده يوم القيامه، لان احنا مش اهل للشهاده. لكن الامل في الجيل الجاي. بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم يا امه محمد، نتفق على واجب عملي: النهارده نقرا سوره الانفال ونحس بقوانين النصر، والنهارده نقول لازم هعمل حاجه للاسلام. امسك ورقه وقلم وقول: انا هديت واحد ولا لا؟ انا متفوق في مادتي ولا لا؟ انا ربيت ولادي ان هم يبقوا ناجحين ولا لا؟ النهارده مطلوب مننا حاجتين: هنعمل حاجه للاسلام، 2 هنقرا سوره الانفال. اني داع فامنوا. يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام،
انصر أمة حبيبك محمد، انصر أمة حبيبك محمد، يا مغيث أغث المسلمين، يا مغيث أغث المسلمين، أغث إخواننا في فلسطين، فك أسر المسجد الأقصى، انصر المسلمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام وزلزلهم وانصرنا عليهم. يا رب نصر قريب لأمة حبيبك محمد، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.